السلام عليكم وأهلا بكم. عندنا النهاردة 3 أخبار مهمة. أول خبر هو انتهاء أعمال تنفيذ القطار الكهربائي الخفيف في شهر 10 القادم، وخلال شهرين إن شاء الله هيتم إعلان بدء تشغيل القطار. الخبر الثاني هو بدء توريد قطار تالجو الأسباني منتصف شهر نوفمبر القادم، وده أحد القطارات السريعة اللي تعاقدت عليها مصر بعدد 6 قطارات، وهيكون تاني أسرع قطار بعد قطار سيمنز الألماني. الخبر الثالث هو افتتاح كوبري عدلي منصور، واللي هيساهم بشكل كبير في إنهاء الاختناق المروري بنفق السلام. هنشوف كل ده، تابعونا لآخر الفيديو. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تفقد أعمال تنفيذ القطار الخفيف، وأعلن أنه في شهر 10 القادم هيكون تم الانتهاء من تنفيذ المسار الأول، واللي بيربط محطة عدلي منصور بشرق القاهرة والمدن الجديدة زي العبور والمستقبل وهليوبلس الجديدة وبدر والعاصمة الإدارية. ده المسار الأول اللي هيبدأ تشغيله خلال شهرين، ده غير أنه تم إضافة محطات تانية في اتجاه المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان، هيتم الانتهاء منها في المرحلة التالية. الخبر الثاني هو بدء توريد قطار تالجو الأسباني شهر نوفمبر القادم. أعلن عن الخبر ده وزير النقل كامل الوزير خلال زيارته لمصانع تالجو في مدريد. وتالجو هو واحد من أعرق مصانع القطارات في أوروبا، واللي عمره 70 سنة، وبيصنع جميع أنواع القطارات السريعة. قطار تالجو هيكون سرعته 160 كيلومتر في الساعة، وهيكون بداية وخطوة مهمة لإحلال وتجديد خطوط سكك حديد مصر. الخبر الثالث هو انتهاء أعمال كوبري عدلي منصور، واللي هيساهم في إنهاء الاختناق المروري بنفق السلام، بحيث هيخلي النفق اتجاه واحد من المرج للقاهرة الجديدة بدل من اتجاهين، وهيتم استخدام كوبري عدلي منصور لخدمة القادم من القاهرة الجديدة إلى اتجاه المرج. الكوبري بطول 1250 متر وعرض 30 متر، وبيشمل 7 حارات مرورية. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.